السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ده فيديو صغير كده عن الدياجراماتيك ديمونستريشن اوف ذا سيكريتوري اوتيتس ميديا. مبدئيا احنا اتفقنا ان احنا ممكن نسميها سيكريتوري اوتيتس ميديا، او ممكن نسميها ميدل اير افيوجن، او ممكن نسميها اوتيتس ميديا ويز افيوجن. واتفقنا ان الديفينيشن بتاعها هو عبارة عن accumulation of fluid behind intact tympanic membrane. واتفقنا برضو ان الفلويد ده مش بص، تمام، لا، هو عبارة عن serous fluid اللي هو just transudation of plasma، او mucinous fluid نتيجة active secretion of mucin، او ممكن يكون mixed sero mucinous، تمام. طيب ازاي بقى الاوتيتس ميديا with effusion بتحصل؟ مبدئيا هنرسم دياجرام صغير كده. لو جينا نرسم كده، دي هتعتبر الاوريكل، وده كده الاكسترنال اوديتوري كانال، وده كده التمبانيك ميمبرين، تمام. هنرسمه باللون البلاك، تمام، باعتبار ان السكين، ان كل ده سكين، ولايننج الايه الاكسترنال اوديتوري كانال. اما نيجي نرسم الميدل اير كافيتي هنرسمه باللون الريد، باعتبار ان هو لايند كله بايه، بميكوزا، تمام. هيبقى هنا في طبعا ستيكن تيوب، وبعدين هنا الميدل اير كافيتي، تمام، وكده بقيه الستيكن تيوب، تمام. طبعا احنا عارفين ان التمبانيك ممبرين عباره عن 3 لايرز، تمام كده، الاوتر لير اللي هي السكن، والانر لير اللي هي الميكوزا، وفي في النص ميدل لير اللي هي المفروض بنسميها الفايبرس لير. زي ما نشوف كده انا رسمها ما بين الميكوزا والسكن، تمام، وموصلتهاش لحد فوق، لان احنا هنعتبر مثلا ان اللاين ده كده، الجزء اللي تحت ده هو الباس تنسا، والجزء اللي فوق ده الباس فلاسيدا. الباس تنسا زي ما انتم اتعلمتم هو عبارة عن سكن وميدل لير وميكوزا، انما الباس فلاسيدا هو عبارة عن سكن وميكوزا فقط، عشان كده بنعتبر ان الباس فلاسيدا اضعف شوية من الباس تنسا. هو طبعا المعلومة دي مش دقيقة قوي، يعني احنا لو قرأنا كويس هنلاقي ان التمالك بين كله من اوله لاخره عبارة عن 3 لايرز، سواء كان في الباس تنسا او الباس فلاسيدا. هو الفرق الوحيد ما بينهم ان الكولاجين باندلز في الباستنسا بتبقى كتير، بتبقى دنس، وبتبقى بارلل تو اتش اذر، فعشان كده بتدي تنستي للتمبانيك ميمبرين، تمام. انما في الباس فلاسيدا بتبقى شويه سبيرس قليله، تمام، وبتبقى ديسبريت، متفرقه مش متجمعه جنب بعضها، فبتخلي الباس فلاسيدا ويك شويه. ايا كان، خلينا بنتكلم على مستوانا احنا، ان الباس تنسا هي عباره عن 3 لايرز، اما الباس فلاسيدا هي عباره عن 2 لايرز. طيب ازاي يا دكتور الاوتيتس ميديا ويز افيوجن بتحصل؟ تمام، الثيو الاولانيه بتبدا بقصه ان الستاكن تيوب حصل فيها اوبستراكشن، مش اي اوبستراكشن، حصل فيها كرونيك اوبستراكشن، يعني لونج ستاندنج اوبستراكشن، تمام. اما بيحصل لونج ستاندنج اوبستراكشن اوف ذا ستاكن تيوب، الميدل اير كليفت بتاعنا ده بيتحول ل زي ما يكون closed chamber، يعني عبارة عن غرفة مغلقة متقفلة من كل النواحي، تمام. طيب هو المفروض اصلا الميدل اير كافيتي بيبقى جواه ايه؟ المفروض طبعا بيبقى جواه اير، صح كده؟ هنخلي الاير مثلا بلون اصفر كده. يبقى احنا كده عندنا الميدل اير كافيتي عباره عن كلوزد تشامبر، والكلوزد تشامبر دي مليانه اير. طيب ايه بقى اللي هيبدا يحصل مع اللونج ستاندنج اوبستراكشن؟ هيبدا جزء من الاير مولكيولز ده يحصل له ابسوربشن في الميكوزا بتاع الميدل اير كافيتي، هيبدا يدخل جوه الميكوزا، جوه الكابيلرز بتاع الميكوزا بتاع الميدل اير كافيتي، تمام كده بالشكل ده. فهتبدأ المولكيولز بتاعنا بتاع الاير تقل شوية جوه الميدي اير كافيتي، مع اللونج ستاندنج اوبستراكشن هيبدأ يقل 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 كتير، تمام، وهيحول لنا البريشر جوه الميدل اير من نورمال بريشر لنيجاتيف بريشر،
ليه نيجاتيف بريشر؟ طبعا دي حته فيزيكس شويه، الاير مولكيولز قلت فبالتالي السايز بتاع الاير قل، فبالتالي هيبدا يحصل نيجاتيف بريشر. تمام كده؟ طيب اول ما يحصل نيجاتيف بريشر يحصل لي كذا حاجه. الحاجه الاولانيه اللي هتحصل هيبدا يشد لي التمبانيك ميمبرين لجوه، هو في نيجاتيف بريشر بقى. تمام كده؟ هيبدا يشد التمبانيك ميمبرين لجوه بالشكل ده كده. تمام كده؟ وبرضه الميكوزا يبقى بالشكل ده برضه كده. يبقى حصل inward retraction للتمبانيك ميمبرين. بس كده؟ لا مش بس كده ولا حاجة، ده أكتر من كده. هيبدأ يحصل برضه بعد ما حصل retraction التمبانيك ميمبرين وبقى مشدود على الآخر ومش قادر يقاوم أكتر من كده، هيبدأ النيجاتيف بريشر يشدلنا الفلويد من جوه البلاد فيزلز بتاع الميكوزا بتاع الميدل اير كافيتي. تمام كده؟ وهيبدأ الفلويد يتشد ويتجمع جوه فين؟ جوه الميدل اير كافيتي بالشكل ده كده. ودي الثيوري الأولى، ودي اللي احنا بنسميها السيروس سيكريتوري اوتايتس ميديا. يبقى السيروس سيكريتوري اوتايتس ميديا مينلي بتبقى ديو تو بريشر جريدينت اون توب اوف كرونيك ستاكيان تيوب اوبستراكشن. كده يبقى احنا فهمنا الميكانيزم الاولى اللي هي السيروس سيكريتوري اوتايتس ميديا. تمام. طيب الثيوري التانية بتاعنا اللي هي الثيوري بتاع الميتابليزيا. ايه الثيوري بتاع الميتابليزيا؟ برضو انا عندي repeated stacking tube obstruction، كل شوية بتتفتح وتتقفل تتفتح وتتقفل مع الانفكشن. تمام كده؟ طب الانفكشن اللي هي acute otitis media في حد ذاتها بتعتبر زي noxious stimuli بالنسبة للميكوزا. نوكشس ستيمولاي اللي هي هارمفول ستيمولاي، تروماتيك ستيمولاي. تمام؟ فمع اللونج ستاندنج اريتيشن نتيجه الانفكشن، تمام، بتبدا الميكوزا تعدل من نفسها، يبدا يحصل لها حاجه اسمها ميتابليزيا عشان تتحول من ويك ميكوزا لسترونج ميكوزا which can withstand the harmful and traumatic stimuli. فهتبدأ الميكوزا تتحول من simple columnar ل pseudo stratified columnar with goblet cells. تمام؟ وبالتالي الجوبلت سيلز هتبدأ تعمل لي active secretion of mucin within the middle ear cavity. تمام؟ يبدأ يتجمع الميوسين جوه الميدل ear cavity، وانا كده كده الستاكن تيوب بتاعتي مش شغاله كويس وفيها كرونيك اوبستراكشن، فيبدا الميوسين ده يتجمع ويعمل لنا الثيوري الثانيه اللي هي الميوسينوس اوتايتس ميديا ويز افيوجن. تمام كده؟ احنا كده يبقى احنا كده المفروض فهمنا التو ثيوس اللي هي السيوس والميوسينوس اوتايتس ميديا ويز افيوجن. دلوقتي ان شاء الله هنبدا نعمل دياجراماتيك ديمونستريشن لل تريتمنت او السيرجيكال انترفينشن بتاع الاوتيتس ميديا ويز افيوجن. تمام؟ اول حاجه هنفكر فيها في بيشنت جاي لي باوتيتس ميديا ويز افيوجن، اول حاجه هدور على السبب، هحط هنا علامه استفهام. هنا انا محتاج علامه استفهام، يا ترى ايه اللي خلى البيشنت يدخل في اوتيتس ميديا ويز افيوجن؟ يا ترى الادينويدز، ولا هو عنده سيفير ديفيتد سيبتوم مثلا، ولا هو عنده ساينوسايتس كرونيك ساينوسايتس، ولا عنده الرجيك راينايتس، ولا عنده مثلا كليفت بالات. تمام؟ ولا عنده مثلا نيزوفانجال ماس هي اللي منع الاريشن بتاع الاستاكن تيوب. يبقى اول حاجه
بفكر فيها دايما في المانجمنت هي treatment of the bed's pausing factor. تمام كده؟ ده أول حاجة بنفكر فيها. تاني حاجة بنفكر فيها هندي للبيشنت فرصة بالكونزرفتيف تريتمنت، يبقى أنا بعالج الكوز الأول وبعدين هدي فرصة للميديكال تريتمنت. في بعض الحالات أنا بدخل سيرجري على طول مش بستنى، زي مثلا بيشنت أنا شخصته هي أدلت بيشنت جايلي بيونيلاترال أوتيتس ميديا ويز إفيوجن، عملت له نيزو فارنجيال اكزامينيشن طلع عنده نيزو فارنجيال ماس. تمام، البيشنت ده في الغالب هيبقى عنده بيرمننت ستاكن تيوب اوبستراكشن، ففكره ان انا ادي له فرصه بالميديكال والكلام ده فكره مش لوجيك. حتى فكره ان انا ادي له فرصه ان انا احط له جروم تيوب اللي هي التمبوري تيوب برضه ما هيش لوجيك، لان البيشنت ده خلاص بقى عنده تقريبا permanent obstruction، لو ما كانش من الماس نفسها هيبقى من radiation therapy اللي هو هياخده، هيعمل لنا fibrosis في الستاكن تيوب وهيقفلها برضه. فده واحد مثلا من البيشنس اللي مش هينفع اديله، لا مش هينفع اديله فرصه ميديكال، ده هيدخل معاه على طول سيرجري. تمام، الحاله الثانيه لو بيشنت جالي بوتيس ميديا وذ فيوجن وانا عملت له بيوتون اوديوجرام عشان اقيس مقياس السمع ولقيت الكوندكتيف ديفنس بتاعه كبير، يعني واصل لحد مثلا 35 ومعدي 35، كتير قوي، فبرضه ده عشان تديله فرصه ميديكال تريتمنت ممكن تبقى تايم ويستنج وما تقدرش توصل برضه للنتيجه المرغوب فيها. انما في العادي طبيعي هنبدا الاول بالميديكال تريتمنت ومعالجة البيدسبوزنج فاكتور. الميديكال تريتمنت سيمبلي هندي كورتيكوستيرويدز، هندي سيستميك كلوكال، هندي ميوكوليتكس. تمام، هندي نيزل دي كونجستنت عشان تفتح السكند تيوب، ممكن ندي شورت كورس اوف انتيبيوتيك. تمام، كل الفرايتيز دي يا جماعة عليها ديبيت كتير، يعني مفيش حاجة مجمع عليها ان هي effective في الميديكال تريتمنت، فاحنا بنديها variations منها وبنجرب مع البيشنت. تمام، الحاجة المهمة ان المفروض ما نديهاش ونخلي بالنا منها، ليه ما نديش انتي هيستامين؟ ليه ما نديش انتي هيستامين يا دكتور؟ لان هو low atropine like action، والاتروبين لايك اكشن ده بيخلي السكريشنز مور فيسد، يخليها ثيك اكتر، فبيخلي خروجها من الاستاكن تيوب اصعب اكتر. احنا عايزين حاجه ميوكوليتك، مش عايزين حاجه تخلي السكريشنز فيسد. طب في تعليمات معينه هديها للبيشنت؟ اه، هقول له المفروض انت تمضغ غليبان كتير عشان نحرك الماسلز بتاع الفارنكس اللي هي التنسور بلاتاي والليفيتور بلاتاي عشان تفتح لنا الستاكن تيوب تساعد في موضوع الدرنج شويه. تمام، وهنعمل الفالزالفا مانوفر اللي هو بنحاول نعمل فورسفول اوبننج اوف ذا ستاكن تيوب. تمام، طيب هفضل على الميديكال تريتمنت ده قد ايه يا دكتور؟ هفضل على الميديكال تريتمنت ده 3 شهور. طيب في 3 شهور ده ما بشوفش البيشنت؟ لا طبعا بشوف، ببص عليه كلينيكال، بشوف لون التمالك بيتغير ولا لا، الساينز بتتغير ولا لا، وهعمل له ريجولار بيوتون اوديوجرام وتمبانوجرام عشان نشوف هو بيتحسن ولا مش بيتحسن. طيب بعد 3 شهور البيشنت بتاعي متحسنش وانا خلاص مشيت في خطواتي كاملة، هبدأ أفكر بقى في الحل السيرجيكال. الحل السيرجيكال بنعمل للبيشنت حاجة اسمها تمبانوتومي. احنا عارفين كلمة اوتومي، المقطع ده معناه انسجن. تمام كده، فهنعمل تمبانوتومي. تمبانوتومي اللي هو تمبانك ممبرين، هنقوم جايين عند التمبانك ممبرين وفاتحين في فتحة صغيرة. تمام، الفتحة الصغيرة دي هعملها فين؟ الموست كومن انك بتعملها انترو سوبيريور. ليه انترو سوبيريور؟ عشان بيقولك ان الابيثيليوم هنا المايجريشن بتاعه قليل، ما بيتحركش كتير، الكيراتين ما بيتحركش كتير، فبالتالي مش هيطرد التيوب بسرعة. تمام كده، او ممكن هعمله انترو انفيريو. تمام، المهم خليك انتيريو عشان تبقى بس في السيف سايد وبعيد عن اوسكلز، عشان ما تجيش تفتح فتحه في التمبانك ممبرين تلاقي نفسك عملت انجري للاوسكلز، دخلت البيشنت في مشكله تانية. تمام كده، فاحنا بنعمل حاجه اسمها تمبانوتو. تمام،
مع التمبانوتومي بنبدأ نحط البيشنت فنتليشن تيوب. الفنتليشن تيوب دي هتبقى كحل مؤقت او كاستاكن تيوب مؤقتة، تمام كده، عشان تعمل جود ايريشن للميدل اير، تمام كده، والميكوزا تبدأ تستعيد طبيعتها تاني وتبدأ ترجع لطبيعتها، ويبدأ يحصل ريفرستي للتشنجز اللي حصلت فيه. فاحنا هنبدأ نعمل اللي هو التمبانوتومي، تمام، وهنبدأ نركب الفنتليشن تيوب. طيب الفنتليشن تيوب دي انا عندي منها نوعين، عندي نوع عامل كده، تمام كده، وده بنسميه الجرومت تيوب، تبقى عاملة كده، تمام، وفي نوع تاني بيبقى عامل كده بنسميه تي تيوب، على حرف شكل حرف التي. الجرومت تيوب دي تمبوري، تمام، دي مؤقتة. التي تيوب دي بيرمننت تيوب، تمام. طيب ليه دي تمبوري وليه دي بيرمننت؟ الفكرة سيمبل خالص، لو انتوا بصيتوا للشافت بتاع التيوب دي سلوبنج كده، فانا لما اجي اركبه كده واركبه كده، تمام، اما اللي يبدأ الكيراتين يتحرك ويتجمع حوالين تيوب هيبدأ يزق التيوب، يزقها فين؟ هيزقها لبره، لأن الكيراتين بطبيعة الحال بيتحرك لبره، فهيبدأ ياخد التيوب ويشدها ويطلع بيها. بخلال من 6 شهور لسنة هتكون التيوب دي طلعت، تمام كده. طيب ليه التي تيوب ما هياش تمبري؟ ليه بيرمننت؟ برضه الفكرة سيمبل جدا، التي تيوب هتبقى شكلها عامل كده، الانجل دي رايت انجل، فمهما الكيراتين ده حاول يشدها لبره عمرها ما هتطلع الا لو انت اللي شددها، تمام كده. فاحنا بنبدأ بالجرومت، ممكن نعمل البيشنت جرومت مرة واتنين، لو فيلد ممكن نجرب بقى التي تيوب. هو يا دكتور ممكن احنا نعمل البيشنت مرة واتنين ليه؟ ما هو احنا برضو على حسب الكوز بتاعنا، في بعض الكوزس بتتحسن 100% زي الادينويدز مثلا، تمام كده. في بعض الكوزس بتبقى بوردر لاين، يعني مثلا ساينوسايتس والالرجيك راينايتس بوردر لاين، تمام، طول ما البيشنت بياخد ميديكال والدنيا متظبطه خلاص مفيش مشاكل، وانس ان يحصل اللابس ممكن يحصل المشكله تاني. في بعض المشاكل ملهاش حل بقى، انتوا عارفين، زي مثلا نيزوفانجر كارسينوما، تمام، بيشنت خد مثلا هيد اند نيك راديشن فعمل فايبوزس في الاستاكن تيوب، بيشنت كان عنده فرانك كليفت بلت جامد جدا، فبالتالي المصلز كلها ديفيشنت، فبالتالي الاستاكن تيوب مش هيشتغل كويس، تمام. فاحنا بنختار ما بين الجرومت، تمام، وبنختار ما بين التي تيوب بناء على الحالة اللي قدامنا، تمام كده. ضروري طبعا متابعة التيوب كل شهر على الأقل مرة عشان تتأكد إن الفتحة بتاعة التيوب دي متقفلتش، لأن هي لو اتقفلت يبقى هي فقدت وظيفتها وما عادش ليها لازمة، تمام. أرجو إن احنا نكون وضحنا برضو القصة دي. ما ننساش طبعا فكرة إن احنا لازم نتعامل مع القوز ونعالجه كويس عشان نقدر نشيل التيوب من هنا، تمام. طب هي يا دكتور اما احنا بنشيل التيوب بيحصل هيلينج؟ اه طبعا، في حالة الجومة اما احنا بنشيل التيوب لان هي بتطلع براحة خالص، بتبدأ تطلع واحدة بواحدة، فطول ما هي بتطلع من تمبانك مبين، التمبانك مبين بيقفل تاني، هي تطلع سنة وهو يقفل سنة لحد ما بتطلع خالص يرجع تاني التمبانك مبين يقفل، مفيش مشاكل خالص. أرجو إن احنا نكون فهمنا الوتاسيوم ديزوفيوجن، أشكركم.